قال تعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ما المراد بالحكمة؟ قال ابن القيم: الحكمة هي فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي. الحكمة صفة نفسية أساسها المعرفة السليمة التي توافق الحق وتوجه الإنسان نحو عمل الخير وتمنعه من عمل الشر، فهي فيه مانعة ضابطة تسير به نحو الكمال والاستقامة. الحكمة إذن هي العلم النافع المؤدي إلى العمل الصالح، فمن آتاه الله ذلك فقد آتاه خيرا كثيرا. ويمتاز الحكيم بقدرته على التفاؤل بالحياة، وقدرته على حل المشاكل التي تواجهه، وتنزيل الأمور منازلها في نفسه وفي غيره. ويمتلك الحكيم قدرا كبيرا من الهدوء، وخاصة في مواجهة القرارات الصعبة والمصيرية، فاللهم ارزقنا الحكمة.